يمثل فيصل خيرات نموذجا للتحدي. ابن وهران دكتور في الإعلام الآلي مقيم بفرنسا، اختار الاستثمار في الطمور البيولوجية، فكيف بدأ هذه التجربة؟ كان عندي يعني دين على المجتمع الجزائري أني أساعد قدر المستطاع التطور تاعه، وقررت أني نجي لمنطقة بيسكرا الغروس بعين بالتحديد، وبديت يعني الاستثمار في مجال التمر منذ 15 سنة مضت، وبدينا يعني بتجربة صغيرة جدا، والتجربة يعني كبرت. كبرت التجربة وأصبح فيصل عنوانا مهما لتصدير التمور البيولوجية إلى مختلف قارات العالم، ويأمل أن يوسع هذه التجربة بعد تسوية بعض المشاكل العالقة. نلنا في ذلك يعني شهادة التمور البيولوجية بالمعايير الأمريكية والأوروبية، ونلنا شهادة الإيزو 22000، ونحن نعمل الآن على شهادات أخرى لتحسين النوعية أكثر. الأسواق اللي نصدر لها هي السوق الأمريكي بشكل أساسي، والسوق الأوروبي والأسترالي والأسيوي كذلك. المشكل الأساسي الأول هو العقار. احنا شركة نعم كارين، وأغلب المصدرين يعني كارين عند شركات قديمة يعني، ولا الانفراستركتور قديمة اللي غير مهيئة للتصدير بالمعايير الدولية. نال شهادة تصدير التمور البيولوجية، كما نال التقدير والاحترام من أهل بسكرة. والله الفكرة نتاعو وانا شجعتها لانه انسان شاب وكان في الغربة اللي هي في المغترب، وخدام لاباس عليه، ولكن عدوا الفكرة هذه وداته الغيرة على الانتاج تاعنا اللي راهو ما عندوش الصورة الحقيقية في الخارج. فيما تبقى تطوير عملية التصدير مرتبطة بحل مشكل العقار الصناعي والفلاحي الذي يعاني منه هذا المستثمر.